هنبدأ مع بعض الـ miscellaneous questions على sensation implants. The two opposite figure illustrate two cases in mimosa. Cases A و cases B. A بتمثل A و B بتمثل A. A بتمثل الليفلتس بتاعت الميموزا during daytime في وقت النهار أو before touching them يعني في النهار أو قبل ما حد يلمسه. B بتمثل الـ darkness أو at night أو after touch بعد ما حد لمسها نزلت عملت كده. ايه الفرق بين السيلز في نمبر 1 ونمبر 2؟ سيلز نمبر 2 اللور بارت ده بنقول ان هي السيلز بتاعته مور ثين رفيعه وسنسيتيف زي نمبر 1 الابر هاف. از ذير از ا ديفرنس؟ هل في اختلاف بين السيلز بتاعت بارت 2 وبارت 3؟ ايوه. في حاله بي دي الووتر ديفيوزس اوت بينتشر من اللور سيرفس ده للنيبورينج تيشوز الانسجه المجاوره نتيجه الانكريز الووتر بيرميابيليتي اون شرينكج. ده نتيجه الريسبونس بتاع الاستيمولس التاتش او الداركنس. مش بيحصل في حاله ايه؟ حاله ايه زي ما هي مش بيحصل ديفيوجن للووتر لاي حاجه جنبها. طيب in which case A or B الافشنسي تو بيرفورم فوتوسينثيسيس انكريز؟ طبعا كيس A لان الورقه هنا فلاتن مفتوح كده دايفرج فروم ايتش اذر بعد عن بعضه كده ريسيف هايست اماونت اوف لايت. وات هابن ان كيس اوف ابسنس اوف بلفيني؟ لو اختفت الانتفاخات من الليفلتس بتاعه الميموزا الانتفاخات اللي هي دي بولفيني الليفلتس بتاعت الميموزا بلانت will not respond مش هتستجيب ل any external stimulus زي الداركنس او التاتش لان البالفيني اللي موجوده البيزس بتاعتها بتاعت اوفريشيسز act as joints تشتغل كمفاصل في الموفمنت فلو مش موجوده مش هتتحرك مش هتعمل الحركه بتاعت التاتش والداركنس. الموفمنت بتاعت الميموزا بتعتمد على external و internal factors. ليه بقى؟ لان الموفمنت بتاعت الميموزا اسوشيتد باوكيرنس اوف تاتش اور داركنس ودي حاجات اكسترنال ولما بيحصل تاتش او داركنس يحصل تشينج في البيرميابيليتي اوف ذا سيلز اوف بولفيني اند ذا نيبرنج تيشو تو ووتر. يبقى دي عوامل برضو انترنال يبقى في عوامل انترنال وعوامل اكسترنال. وات ذا نيم اوف فينومينا؟ اللايت اسمها ايه؟ فوتوتروبيزم. طيب اشرح الريزلتس اللي في 1 and 2. طيب 1 السيدلينج بيند توورد لايت. ليه؟ لان الاوكسينز بتتحرك from the side facing light للفار سايد اوف لايت elongation للفار سايد more than the side facing light عشان كده بيند توورد لايت. experiment 2 السيدلينج دونت بيند نتيجه اكسبوجر اوف ذا بلانت تو لايت equal amounts of light من all directions وبالتالي الديستريبيوشن بتاع الاوكسينز ايكوالز فمفيش حاجه مفيش انحناءات. In front of you a group of experiment to study the effect of exposure of light from one side only. طيب ايه الاكسبكتد لكل واحد؟ اكسبرت 1 نو فوتوتروبيزم. ليه بقى؟ ان بيت جرو فيرتيكال عمودي كده لفوق. 2 نو فوتوتروبيزم مفيش انحناءات ولا حاجه النبات جرو فيرتيكال. 3 phototropism occur and the plant continue in growing. طيب ايه الشرح بقى؟ experiment 1 المايكا شيت دي بتمنع الديفيوجن prevent diffusion of oxygens وبالتالي ال vertical growth of the plant will stop مش هيحصل no curvature. experiment 2 The distribution of oxygen doesn't show any effect in the seedling. لأن اللايت مش هيعدي من البلاك كفر. مفيش فوتوتروبيزم والنبات جرو فيرتيكالي ابورد. عشان الأوكسينز اكتيفيت الإيلونجيشن أوف سيلز. يبقى أول واحدة مفيش فوتوتروبيزم والنبات نوت جرو فيرتيكال. هنا نو فوتوتروبيزم بس النبات جرو. إحنا قلنا المايكا مش بتعدي الأوكسينز فمش هينمو النبات. 3 فوتوتروبيزم والبلانت كونتينيو ان جروينج. البوزيتيف تروبيزم اوف فروت از اسوشيتد ويز انكريز ان اوكسينز بيرسنتج
في الصيد المواجه للاستيمولس؟ الجملة دي صح، البوزيتيف تروبيزم اوف روت. طيب، لان روت في البوزيتيف جيوتروبيك وبوزيتيف هيدروتروبيك نتيجة التجمع بتاع الأوكسنز في الروت سايد اللي مواجه للاستيمولس، يعني ناحية الجرافيتي أو ناحية الوتر. بيعمل انهيبيشن للإلونجيشن، وباقي الأذر سايد بيكمل في الجروس ويحصل إلونجيشن. الهايدروتروبيزم والفوتوتروبيزم، الهايدروتروبيزم الاستيمولس الوتر، الفوتوتروبيزم اللايت. الستيم ما فيهاش نو افكت، الفوتوتروبيزم الستيم بيند توورد ذا لايت، بوزيتيف فوتوتروبيك. الروت جروس توورد ذا سورس اوف ووتر، بوزيتيف هيدروتروبيك. الروت بيند اواي فروم ذا لايت، نيجاتيف فوتوتروبيك. كونسنتريشن اوف اوكسنز اكيوميليت في الروت سايد فيسينج الووتر، اكيوميليت ان ذا دارك سايد اواي فروم ذا لايت اوف ستيم اند روت. تأثير الأوكسنز different according للسايز بتاعتها. أيوة، الأوكسنز المسؤولة عن الإلونجيشن بتاعت الروت سيل decrease more than elongation of stem cell، عشان كده الـ effect of action in auxins different حسب السايت بتاعها، يعني الزيادة في الروت تعمل inhibition، في الستيم تعمل stimulation. الـ substance were used by the science to explain the role of auxins. بويسن جونسون استعمل الجيلاتين والمايكا شيت عشان يعرف الـ effect of presence and absence of auxins on the plant tropism. فينت عمل أجار عشان يوري الـ unequal distribution of auxins. يبقى ايه المواد اللي استعملوها الساينس؟ The opposite figure represents the change that occur to cells of the two sides of growing tip. النبات دورانية من ناحية واحدة. ايه ده ريفير ليه؟ بلانت روت. ليه مفيش بيه، محصلش تغيير؟ عشان بيدي بتمثل بلانت ستيم، والستيم قلنا not affected by hydrotropism، يبقى دي روت لان الستيم مش بتتاثر بالهيدروتروبيزم. هناخد الهاي ليفل اوف سينكينج كويشنز. طيب، ان ذا فولونج فيجر ذا ريد دوتس بتمثل الاوكسيدز. الفيجر بيمثل اللونجيتودينال سيكشن اوف كوليوبتايل ذات الستريتد ان ذا اوبوزيت فيجر. طيب، هنا ده اجار بيس، الاجار عادي بتعدي الاوكسيدز، وهنا اللايت. هتبقى الإجابة إيه؟ ليه بقى؟ لأن قلنا الأوكسنز ما بتحبش اللايت، فهتروح بعيد هنا في اللايت، تتجمع في الحتة دي وتعمل إلونجيشن للحتة اللي هنا دي، ويبقى انحناء ناحية اللايت. بي طبعا غلط، هو مش بتتجمع في الناحية المواجهة لللايت. بي ودي غلط، هنا التجمع أكتر هنا. لو عدينا كده هنلاقيه هنا اكتر. يبقى الاوكسنز باس ثرو ذا اجار بيس موف فروم ذا لايت فيسنج سايد للفار سايد. elongation of the cell of the far side بيعمل positive phototropism of the stem. يبقى هنا الاجابه لايت، هنا اكتر كميه هنا اهو بعيد عن اللايت. In an experiment to prove that the auxins rule دورها في البلانت كروس. Indole acetic acid is added to a soil فيها بين بلانت. Which of the following graph represent the effect of increase the auxins concentration on growing tips cell, stem and root. احنا عارفين ان الزيادة في الاوكسنز في الستم بتزود الجروس، والزيادة في الروت بتقلل الجروس. هتبقى الاجابة دي، الستيم بيزيد والروت الزيادة كل ما زادت قوي تعمل انهيبيشن. الروت اللي زاد عن حده انقلب ضده، الزيادة الكتيرة تروح عاملة العكس بقى، انهيبت الجروث. لأن الأوكسنز كونسنتريشن required for elongation of root cells much less أقل بكتير من elongation of stem cells. عشان كده زيادة الأوكسنز كونسنتريشن عن certain limit في الروت inhibit elongation of the cell، وفي نفس الوقت stimulate elongation of استمو انهبت الروت. The opposite figure represent a plant seedlings fixed on a surface rotating horizontal. سطح بلفه كده 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 متعرض لللايت من one side only. The seed has been rotated for two days. لففتها يومين وبعد كده ثبتها يومين
ايه اللي بقى هيحصل؟ اول حاجة لما مشيتها يومين مع بعض 2 days بيخلي اللايت exposed equally، متوزع متساوي من كل السايدز، عشان كده the distribution of auxins become equal والسيدلينج جرو vertical، هتبتدي تكبر لفوق شوية كده خلال يومين. بعد كده جيت ثبتها، بعد ما ثبتها تتعرض لللايت من ناحية واحدة، هتروح تنحني كده ناحية اللايت، هتبقى الإجابة دي. يبقى هي كبرت شوية، كان توزيع الأوكسنز متساوي، ثبتها اتجهت ناحية اللايت. The opposite figure illustrates an experiment carried out to verify a response of a plant stem to gravity. مين بيمثل ال control sample for this experiment؟ ليه اخترنا دي؟ لأن ال experiment carried out in the same condition of the experiment under study. يبقى لازم نفس ال conditions of under a study. ال boat is in a horizontal position. يبقى horizontal position. بعمل لها في ال darkness in addition to the rotation of the plant. لما بعمل rotation للبلانت كده بخلي التوزيع بتاع ال auxins equally على الجنبين بتوع stem. ده بيأكد ان ال negative فوق التروبيزم اوف ستيم نتيجة الجرافيتي فاكتور. انا هنا ماليش دعوة باللايت، انا عايز اثبت ان الستيم نيجاتيف جيوتروبيزم والروت بوزيتيف جيوتروبيزم. The opposite figure illustrate a growing seed of pin plant with a radical in a horizontal position. حطيناه على ديسك روتيتنج vertically around itself in a slow manner لمدة 3 ايام. الشيب بعد الثلاث ايام هيبقى ازاي؟ عادي كده. طب ليه بقى؟ ليه ما انحناش لتحت؟ بينحني لما كان يبقى فيه اختلاف في الاوكسنز، لما كانت تتجمع هنا من تحت وتنهبت الجروس ودي تكمل، لكن هنا متوزعه روتيتنج فيرتيكالي ان اسلو مانر فور 3 دايز. يبقى لما بعمل روتيتنج الاوكسنز دونت فلو تو اتس لور سايد باي ذا اكشن اوف جرافيتي، الديستريبيوشن بتاعها بيبقى ايكوال، انا قاعد بلففها بلففها بلففها، عشان كده الـ effect on lower and upper sides is the same, don't bend, grow horizontally. هتنمو كده اهو. Which of the following sides agar containing auxins are elongated؟ مين اللي هيكبر؟ Why was that؟ يبقى واي وزات هيكبر. طب ليه بقى؟ لان ال it is observed that the remove of all colluptile tip من it هيخلي مفيش auxins في x، وال elongation of the cell is inhibited في نفس الوقت at the same time the activation of the elongation of y occur. يبقى y لسه شغالة occur فيها أجر أهو، أجر فيه auxins، يبقى y هتكمل في النمو بتاعها نتيجة ال passage of auxins through agar base. According to the root من اللي احنا شايفينه in horizontal position ال auxins accumulate في side L تعمل inhibition، و side Z لسه مكمل اهو بيعمل positive geotropism. مين اللي inhibited؟ X. قلنا ليه X؟ وال قلنا ليه اكس؟ عشان هنا مفيش اجار مش بيعدي الاوكسيدز فمش هتنمو، مفيش الونجيشن. زت احنا قلنا اكس اند ال، ليه ال مش بتنمو؟ عشان دي بيجمع فيها الاوكسيدز بتعمل انهيبيشن للجروس، يبقى اكس وال. زت هتكمل في النمو ويحصل بوزيتيف جيوتروبيزم، يبقى اللي مش هيحصل لهم نمو اكس وال، ولا هيحصل لهم الونجيشن واي وزت. واي عشان فيه أجار بيعدي الأوكسنز،
وذات عشان دي الناحية اللي مفيهاش اوكسنز بتكمل عادي اولونجيشن. ايه اللي فيها اوكسنز كتيرة متجمعة من تحت تعمل انهيبت جروس، واكس مفيهاش اوكسنز مفيش اجار، يبقى واي وزات واكس وال. In which of the following parts do the accumulated auxins have the same effect؟ للفوتوتروبيزم في ال vertical position. طب نرسمه. فوتوتروبيزم اهي، ادي اللايت. طيب جي تروبيزم horizontal، الستيم اهي والروت كده. و in which of the following ال accumulated auxins ليهم نفس ال effect؟ طب نمشي واحدة واحدة. ال side بتاع ال stem away from the light هيبقى بيحصل له elongation، وال lower surface بتاعة ال stem بيحصل لها elongation، يبقى الإجابة دي صح. ال side بتاع ال stem facing long بيقلل ال growth، وال upper بتاع ال stem لا بيزيد ال growth، تبقى دي غلط. وبيقول مين ال accumulated ليها نفس ال effect؟ السايد بتاع الستيم اوي اوف لايت بيقلل الجروس، والابر بارت بتاع الروت لا ده بينمو، يبقى ده بيزود الجروس، يبقى دول عكس بعض غلط. السايد اوف ستيم اوف اوي اوف لايت بيزود الجروس الالونجيشن، واللور سيرفس بتاعت الروت اللور هنا ده الزياده في الاوكسنز بتقلل انهبيت الجروس، يبقى دي غلط. يبقى الإجابة هتبقى ايه؟ In which of the following cases auxins inhibit elongation للسيلز away from the stimulus؟ طيب الفوتوتروبيزم اوف روت، ايوه ليه بقى؟ نرسمهم. ادي هنا اللايت وادي الروت اهي، هتلف كده ليه بقى؟ هنا الناحية البعيدة هنا انهبت الجروس ودي بتكمل، يبقى فوتوتروبيزم اوف روت انهبت الالونجيشن البعيد عن الاستيمولس. الهيدروتروبيزم لا، انهبت اللي قدام الايه الاستيمولس. الجيتروبيزم اوف ستيم اللي جنبها قريب ليها بينمو. الجيتروبيزم اوف روت في الفيرتيكال بوزيشن لا بيبقى التوزيع متساوي. The opposite graph represents the relation between the concentration of auxins وال growth of stem and root. انهي كيرف روت وانهي واحد الستيم؟ طيب كيرف A بيمثل الروت، كيرف B بيمثل الستيم. ليه بقى؟ لان تركيز الاوكسنز اللي required for elongation of the root cell much less the concentration required for elongation of stem cells. قلنا ال increase في ال concentration في ال root عن certain limit يعمل inhibit ال elongation، لكن بيحفز ال elongation of stems.